تقلص النتيجه. طبعا اللاعب احمد الشناوي الانشط في فريق نادي وادي دجله. تتعمل العرضيه، ادي التسديده حلوه، جول جول جول، ادي امامنا العوده العوده العوده. حسين ياسر المحمدي، الرد سريع، الرد عنيف في الدقيقه 78 بعد دقيقه واحده من يعني ايه هدف اللاعب احمد سعيد اوكا. على طول على طول امامنا هنا يضع الهدف الثاني ويشعل المباراه مره اخرى. قلت هيقتل الهدف، هدف اوكا هيقتل المباراه، لكن ايه العوده سريعه، العوده بسرعه، مفيش وقت، خلص خلص. امامنا الرؤيه المثاليه، الرؤيه المثاليه مع العرضيه، استلمها بدون مراقبه.